قام كاي وألين برحلة لساعتين بسيارتهما من ماساتشوستس إلى جارتها نيو هامبشاير للحصول على فرصة لقاء مباشر مع ميت رومني. كل 4 سنوات من الرائع الحضور إلى هنا لسماع المرشحين وجها لوجه. رومني يملك شعبية ممتازة في أصوات الصناديق هنا، على الرغم من جهود خصومه لتصويره كمرشح نخبوي مهووس بحلم البيت الأبيض. في لقاءاته الانتخابية يقدم وجهة نظر مختلفة مع الجرعة المطلوبة المتعلقة بحقوق الأسرة وكل ما يمت إلى المواطن الأمريكي بشكل محدد. كنت طالبا في الثانوية كأي طالب آخر مع سيقان نحيفة، وكنت أحلم بأن مهنتي ستكون في عالم الأعمال. حدد كاي وألين خيارهما الرئاسي، لكن ذلك لن يمنعهما من التعرف على مرشحين آخرين طامحين لدخول البيت الأبيض. قد نذهب لرؤية السيناتور سانتوروم إذا سنحت لنا الظروف، وأيضا جينغريتش، ولكنني سأصوت لرومني. رون باول قد يكون الأكثر تمايزاً من بين المرشحين الجمهوريين كونه ضد الحرب ومع وضع قوننة معينة للمخدرات. مناصره أيضاً مميزون. جيمس قاد 18 ساعة ليصل من شيكاغو إلى هنا. تمايز باول دفع الراديكاليين الشباب مثل جيمس إلى التصويت لعضو الكونغرس ابن 76، فاحتل المرتبة الثانية في استطلاعات نيو هامبشاير. إنه المرشح الأول الذي أثر بي فعلياً، وأعتقد السبب أنه يجمع بين الناس ويتحدث عن الحرية وعن جذور بلادنا. حتى أكثر المتحمسين لرون باول لا يحبذون وضع العراقيل أمام قيادة ميت رومني، ولكن هذا قد يبقي حملة باول على قيد الحياة خارج نيو هامبشاير وفي دورات انتخابية قادمة.